عقدت هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة المفرق وبالتعاون مع مركز تعزيز الإنتاجية إرادة ورشة عمل بعنوان كيف تكون رياديا. اشتملت الورشة على المواضيع الريادية التي تتعلق بإنشاء المشاريع الصغيرة وإدارتها وكيفية التفكير الإيجابي واستخدامه في شتى مجالات الحياة. وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة المفرق محمد السرحان إن عقد مثل هذه الورش من شأنه أن يرتقي بالفكر الشبابي ليصبح الشباب قادرا على التفكير بحداثة لإنشاء المشاريع وتطويرها بالطرق الريادية. وأضاف السرحان أن الهيئة تسعى لجذب الدورات وورش العمل التي من شأنها أن تنهض بالشباب الأردني لتنمية فكره واستخدامه بإيجابية. محور لورشتنا اليوم انه الابداع والرياده. احنا شبابنا يعني نحاول انه نزرع فيهم الافكار الرياديه ونحاول انه يصيروا يفكروا بطريقه رياديه اكثر حتى انه يشتغلوا على اساس انه يعملوا مشاريع. فكون الرياده هو من العناصر المهمه اللي يحتاجها شبابنا في المحافظات، فاحنا نحاول انه نسلط الضوء على مفهوم الرياده وكيف شبابنا انهم يفكروا بطريقه رياديه وابداعيه وحتى انه نوجد قيادات شبابيه جديده. الورشه كانت عباره عن التدريب انه انت كيف تعرف شو في جواتك، شو في مميزات لك تقدر تستفيد منها، شو بيكون تفكيرك، كيف تفكر بالمستقبل او كيف بترجع للماضي، فعباره عن اشياء انت نفسك كشخص بتحددها.